السلام عليكم متابعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم في البدايه. لو انت جديد في القناه لا تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير للفيديو ده. في قصه وحوار كبير اليومين دول بسبب ملعب نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي. حاليا احنا بنلعب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، الاهلي بيلعب فاق سطيف وتغلب عليه امبارح 4-0 هنا في القاهره. لسه مباراه العوده اللي هتكون يوم السبت الجاي ان شاء الله في الجزائر. كمان الوداد المغربي فاز على بيترو اتلتيكو الانجولي 3-1 في انجولا، ولسه مباراه العوده هتكون موجوده في المغرب. وبنسبه كبيره لو ما حصلش اي مفاجات في لقاءات العوده فان شاء الله ان النادي الاهلي والوداد البيضاوي المغربي هيكونوا طرفي نهائي دوري ابطال افريقيا السنه دي. ولكن الغريب في الموضوع ان الاتحاد الافريقي كاف قرر ان هو او الكلام اللي طلع من الاتحاد الافريقي ان مباراه النهائي بنسبه كبيره هتكون في المغرب ان شاء الله. طب ازاي المغرب وانت اصلا عندك الوداد طرف بنسبه كبيره موجود في النهائي؟ فانت ازاي كده ما فيش اي حياديه وما فيش اي منطق يقول ان انت تلعب هناك النهائي، وبالذات المباراه من النهائي من بطوله من مباراه واحده؟ طب ليه ما لعبتوش في تونس؟ ليه ما لعبتوش في اي دوله تانية محايده؟ وعلى اساسه النادي الاهلي طلب من اتحاد الكره المصري بعد بيان وقال لك احنا بنطلب الحياد وان يبقى في مساواه وفي عدل في الموضوع في اختيار ملعب المباراه. كمان شفنا النادي الاهلي النهارده بيصدر بيان ويقول ان هو عايز ملعب محايد يحقق العداله لكل الفرق اللي هتشارك ان شاء الله، او الفرقتين اللي هيشاركوا في النهائي بنسبه كبيره اللي هما الاهلي والوداد المغربي. ولكن رئيس الوداد طلع رد على النادي الاهلي وقال ان النادي الاهلي الكلام اللي هو بيقوله ده، البيانات اللي بيطلعها دي مش قرارات الاتحاد الافريقي ياخد بيها، الاتحاد الافريقي وحده هو اللي يقدر يقرر المباراه تتلعب في المغرب ولا تتلعب في اي مكان بره. احنا جاهزين نلعب المباراه او نلعب النهائي في اي مكان، وعلى اساس ان هو صعد يعني النهائي وخلاص، ان هو ضمن ان هو صعد. ولكن اسلوب الرد بتاعه على موضوع بين النادي الاهلي، النادي الاهلي بيطلب الحياديه وما جابش سيرتك في الموضوع ده مبدئيا، وده مش قرار من النادي الاهلي، ده طلب ان هو يحقق العداله. تاني حاجه، في مصدر من الاتحاد الافريقي كاف قال ان المغرب تقدمت بطلب علشان تستضيف المباراه عندها. في الجانب المصري الاتحاد الكره بيقول لك لا احنا عايزين مساواه، فقال لك ما فيش حاجه في الاتحاد الافريقي اسمها مساواه، انت عايز المباراه تتلعب في ملعب محايد زي ما الاتحاد المغربي قدم طلب قدم طلب علشان يستضيف النهائي هناك في ارضه، يبقى الاتحاد المصري يقدم طلب هو كمان عشان يستضيف النهائي في القاهره. وبالتالي هيبقى عندك لو الاهلي والوداد صعدوا للنهائي هيبقى مصر طلبت والوداد طلب، هيشوف الطرف الثالث اللي هيطلب ياخد المباراه عنده مين وهيدوا له المباراه. لكن بالوضع الراهن الوداد هو اللي طالب، مفيش حاجه اسمها الحياد بالنسبه لنا، لو الوداد فضل هو الطرف الوحيد اللي طالب طالب استضافه المباراه فبالتالي هيكون النهائي في المغرب حتى لو الوداد المغربي طرف فيها. فاحنا محتاجين ان الاتحاد الكره المصري يبدا يتحرك في الموضوع ده. عندنا هاني بريده هناك يطلب ان المباراه تتلعب في مصر علشان يبقى احنا زي ما هم طلبوا احنا طلبنا، وفي النهايه نشوف ملعب محايد نلعب عليه المباراه دي ان شاء الله. غير كده هيبقى ده غلط من النادي الاهلي ان هو مطلع بيان بس، واتحاد الكوره احنا ما شفناش منه اي حاجه بتقف في صف النادي الاهلي قبل كده، حتى البيانات اللي كان بيطلعها للنادي الاهلي كانت بتبقى في ضده، زي اللي حصل قبل كده في الهلال السوداني واللي هو قال لك لنا اللي قلت الاتحاد الافريقي اعمل واعمل، وهو ما طلبش من الاتحاد الافريقي اي حاجه. فبالتالي عايزين نشوف اي جانب محترم من الاتحاد المصري لكره القدم ان هو يقدم بيان او يقدم طلب يطلب فيه استضافه نهائي دوري ابطال افريقيا، مش يطلب الحياد زي ما الاتحاد الافريقي قال. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.